بكل الأوقات الأهل تركيزهم الأول والأخير بيكون على الولد بشكل أو بآخر. دائما التربية بنقول إنها من أصعب المهام بالدنيا كلها، وطبعا لما بنحكي عن عمر المراهقة دائما بنخاف من هالعمر وبنقول إنه المراهق ممكن إنه يكون رافض لكل شيء حوله، ممكن إنه يكون عم يتعرف على أشياء كثير نحن ما معنا خبر فيها، فعمر المراهقة بخوفنا. ولكن لازم ننتبه كثير منيح إنه نحن كمان عم نساهم بإنه المراهقة تكون مبكرة ومش بوقتها، وهالشيء كمان ممكن يكون خطر على الولد. رح نحكي أكثر عن هالموضوع مع كريستيان شيحا معالجة نفسية. أهلا وسهلا فيك. أول شيء خلينا نحكي عن المراهقة كمراهقة، وإمتى بنصير نعتبر أنه الولد بلش بده يفوت بهالمرحلة؟ هلا اجمالا في الولد بيقطع مثل ما بيقطع بالفيزيكمان، في تطور بالنمو تبعه، في تطور كمان بالبسيكولوجي تبعه. يعني اجمالا المراهقه هي من بعد ال 14، يعني في البوبرتي اللي هي البلوغ بيكون تقريبا على 12 سنه وطلوع، بعدين على 14 15 سن المراهقه. هذا العمر الطبيعي. هلا هذا العمر الطبيعي اجمالا. هلا المشكله ليش عم نحكي عن المراهقه المبكره، هي وقت اللي نحن بنصير الولد بين الستة و 12 سنة، هو الوقت ليلي الولد لازم يعمل علاقات اجتماعية، ينمي العلاقات الاجتماعية تبعه، يعني يحتك بالصبيان، يحتك بالبنات، يلعبوا سوا، يعرفوا يحلوا مشاكلهم سوا، يعرفوا هيك بيكتشفوا الشخص من الجنس الآخر كيف، شو المكونات تبعه، كيف بيفكر، كيف بيلعب، شو يعني شو ميوله، تيعرف يتعاطى معه بطريقة صحية إذا بدك، أو بطريقة يعني عم يكتشف المجتمع حوله ويتعرف عليه، بس يتعرف بين الصبيان والبنات، بيصير في تعرف بهالطريقة. هلا المشكلة نحن إذا بدك اللي أكثر شيء عم نواجهها، ورح أحكي شوي أكثر عن البنات لأنه ظاهرة أكثر عم بتبين، بين الستة و 12 سنة مفروض البنت تكون عم تلعب مع الصبي عادي، يعني يرقدوا سوا بالملعب، يكون في تشارك بألعابهم تيتعرفوا على بعضهم. عم يصير في أكثر البنات لا نحن ما بنلعب مع الصبيان، والصبيان لا هيدا بنت ما بتعرف تركض ما بتعرف تعمل، عم بيصيروا منفصلين شوي عن بعضهم. أكيد عم بحكي بطريقة مجملة إجمالية يعني، وبيصيروا البنات يصير في تركيز أكثر على يي بنتي مغرومة أو يي قلي بونجور بطريقة، يعني بصير في أكثر علاقات حب وغرام بهيدا، يعني كأنه عم نعامل هالولد كمراهق 100%، وهو بعد منه مراهق ومشاعر الحب والغرام مش هيدا هو يلي هو عم يفكر فيه. ولكن أوقات بيكون في هيك نوع من السيمباتي إذا فينا نقول، باستلطاف بين الصبي والبنت، مثل ما رح يكون في علاقة صداقة بين البنت والبنت أو الشاب والشاب بهالعمر. نحن منحورها؟ أكيد نحن منحورها، مزبوط نحن منحورها، والمجتمع بحورها، والأهل بحوروها. بالعكس هن الولاد بيلعبوا بهالعمر ومفروض يلعبوا بهالعمر، بس ما عندهم براسهم عم نحكي بالنمو العادي، ما عندهم براسهم حبني وحبتني وقالت لي وقلت لها ولبست ثيابي وقال لي حلوين ثيابي، يعني ما بالهم يفزوا وينطوا ويجوا حالهم يروحوا حالهم يوقعوا. يعني هلا قليل تنشوف مثلا بنات بتوقع، صبيان ورشين اكثر، يعني برجع بقول البنات يعني ما كثير في، او مثلا اذا كثير بتركود بتصير اصحابها يي لا هيدي صبي جرسون مانكي او تومبوي، او يعني ما عم نعرف نعمل الدوزاج المضبوط بهالفتره. المهم انه يكونوا الاولاد عم يلعبوا مع اولاد من نفس العمر، مش ضروري من نفس، هلا افضل من نفس العمر لانه بيعرفوا يحلوا مشاكلهم مع بعضهم. هلا اوقات سنه سنتين اكبر اصغر مش مشكله، بس انه يكون نفس يعني العمر اجمالا لحتى اللي يكونوا عم ينظروا للاشياء بنفس الطريقه كمان. ما هو ليش بالمدارس اذا بتلاحظي الماترنال دو تروا اسيزون بحطون لوحدهم تقريبا، وبعدين بيصيروا بالاليمنتري او بالكومبليمنتير بصفوف منفصله وفرص منفصله كمان، مش بلا شيء عاملينه هيدا الشيء. دونك اجمالا الستة تمنقول 12 سنة لما بصيروا بالستة تسعة عشر سنين بيلعبوا سوا، ومفروض يلعبوا سوا بالفرصة، وما في فرق يعني بألعابهم البنات، مش أنه البنات لا بيلعبوا شيء والصبيان بيلعبوا شيء. كريستيان حكيتي عن الفصل بين الصبيان والبنات بعمر كتير صغير، شو رح يأدي هالشيء؟
هلا وقت اللي شو الفصل يعني نحن عم نعطي أهمية كتير كبيرة، الأهل المجتمع كلنا عم نعطي أهمية كتير كبيرة للمظهر الخارجي، يعني البنات بيلبسوا كتير مرتب وكتير حتى وقت اللي بدهم يروحوا على المدرسة، يعني كتير نسمع أميات عم بيقولوا بتعذبني ساعة وقت المدارس ما عندهم كوستيوم شو بدها تلبس، ما هي مش مفروض يكون بالكوستيوم كمان بدك شو كيف بتزبطي ايه لأنه تحت بالسكربين ما بعرف شو، يعني شو ما عملنا عم بيكون في كتير تركيز كبير على المظهر الخارجي، مثلا لبسة نورة اللي بتحبها كثير ما فيها تركض فيها ما فيها، يعني نحن عم نلبكهم شوي اكثر. هلا الاهل ما بيعرفوا هيدي المشكله، يعني ما عم بيعرفوا كيف يتصرفوا مع الاولاد، وهي كمان فريمون قصه يعني بدها يمكن حلقه لوحده، بس الفكره هي انه وقت اللي نحن بنعلم الولد ما يركز على شيء خارجي على شيء سطحي بنكون عم نعطيه سلاح لحتى بعدين يعرف يتصرف فيهم، ما يوصل على سن المراهقه او سن الرشد، يعني بنات 18 20 سنه مش عارفين شو بدهم يعملوا بحالهم شو بدهم يلبسوا، اهم شيء ما بنسمع غير شو بدنا نلبس وكيف بدنا نعمل شو بدنا نعمل ميك اب واحلى ميك اب، في غير شيء نحن دورنا كاهل وكمدارس نعلم الاولاد من هن وصغار نوجههم على غير شيء، المدرسه دورها هي توجه على الكولتور تاخذهم يشوفوا يستكشفوا، من هيك بيعملوا اوتينج اوقات بياخذوهم على الجبال على القصص والاهل على كل حال ما بعرف قد ايه كمان ببعض المدارس التركيز على الشكل يلي هو مرتب يلي هو بعيد عن كل مظاهر الأناقة والتجميل والتنميق كمان بيعمل ردة فعل عكسية ماني كتير أكيدة من هذا الشيء، أي وقت اللي يكون المجتمع كتير عم بيركز بيصير في مخاوض، بس هو المفروض وقت الواحد يروح على المدرسة ما يكون باله شو بده يلبس، مفروض يكون نوتر مرتب ونظيف ونوتر مثله مثل غيره، لكن نحن نعرف قد المراهق عنده ردات فعل عكسية لما بتكوني عم تجبريه بشكل معين وبلبس معين يعني وبدون ما يزيح عنه بالمره رح يعمل رده فعل عكسيه بصير عم يركز على شيء مش لازم يركز عليه لانه من هو وصغير ما تعود انه المدرسه هي شيء نوتر وبرات المدرسه بنعمل اللي بدنا اياه، هلا كمان برجع بقول لك الاكيليبر بين اثنين يعني صعب. مش بس مسؤوليه الاهل لانه كمان في عندك المجتمع ككل لازم مزبوط. المربين كمان ياخذوا بعين الاعتبار انه في مجتمع ككل بياثر على هالمراهق مزبوط 100%، بس الفكره هي مش دور المدرسه تربي، هيدا اللي بنرجع بنقوله دائما، يعني مثلا بنشوف اهل بيجوا بيحطوا اولادهم 3 سنين بالمدرسه، ايه انتم عملوا ريبونيسيون انتم ربوا مش دور المدرسه تربي، يعني دائما في مشاركه كثير كبيره، وحتى لو المجتمع هلا صار كونسوماسيون كثير بيركز وقد ما فينا نشتري نحن دورنا نعرف نعمل كاهل نعرف نعمل الفرق بين انه فينا نشتري هيدا لانه هيدا شيء طبيعي وما فينا نشتري كعب على 12 على 6 سنين لانه هيدا شيء مش وقته هلا، دور الاهل كبير طبيعي واكيد وفي كثير الدبه وعصير مثل ما بيقولوا بالعربي هلا في احساس عند الاهل اوقات والام طبعا هون بكون تركيز اكثر على البنت اذا عم نحكي على الشكل واللبس انه في شعور بالذنب انه بلكي غير صبايا صغار عم يلبسوا موضه معينه وبنتها ما عم تلبس موضه معينه فبتروح كمان بهالمنحه ما هو هيدا هيدا الصعوبه بالدوزاج انه ايه فيك تلبسي هيدا الشيء بس مش دائما في وقت لهيدا الشيء وفي وقت لغير شيء كمان بالحياه هيدا هالشيء بخلي الولد كمان يكون هو او الصبيه تكون هي كمان واضح واثقه من حالها انه لما رح تلبس بشكل معين لتكون مرتاحه تلعب ولا لتكون مرتاحه تدرس ولا تكون مرتاحه بحياتها اليوميه منه شيء غلط حتى لو بقيه الصبايا كانوا لابسين بغير طريقه هذا اللي بخليها كمان تكون تعطي لحالها قيمه مش بالمظهر الخارجي بس يعني يكون عندها هي شيء واثقه منه من قدراتها من تفكيرها من تطلعاتها من طريقه تفكيرها يعني مش ضروري تكون هي مطرح ما موجوده مرتاحه مثل ما موجوده يعني إذا شي نهار انوجدت بما بعرف شي محل ومنا لابسة مليق أو مغيرة عن غيرها ما تتضايق وما تحس حالها هي خلص لأنه عندها شي أعمق من هيك تقدر تقدمه رح ناخذ وقفة ونرجع نتابع